انتوا شايفين يا ولاد الوضع عمال بيتكهرب بزياده، فاحنا لازم ناخد احتياطنا ونكون ايد واحده. هذه يا ولاد خريطه بيتنا، اذا صار القصف عند دار ابو جميل اللي فوق دار ابو حسان، لانه هو المطلوب. نتوجه على غرفه البنات اللي في الجهه الغربيه، اذا كان القصف تحت دار ابو خليل بنروح على مسجدنا امن. يا ولاد نسينا اهم حاجه، الحمامات مهمه كتير لانها مبطنه بتتحمل الضرب، واذا صار عشوائي القصف بنشرط في النص. طب يا با اذا صار القصف علينا احنا بالنص؟ هذه ما فكرتش فيها، ما علينا، خلينا بتوزيع المهام. اول مهام اليك يا حفيظه، عليك تشيل التلاجة. شطك يا مجنون، شكلك بتمزح. اشيلك التلاجة؟ ايش مالك يا مرة، ما انا بدي اشيلك الغسالة. اللي بعديه، انت بتحملي اخوك لانه غلباوي، وانت خليك في ديل امك. ما تخافوش احنا بامان. الله معك الجيش الاسرائيلي، 5 دقائق لدخل لبيتك. ايش مالك يا زلمة؟ طالع احكي. الساعة بتسألي يا حفيظة؟ بدنا وحدين يكسف علينا يا حفيظة. وفي الاخر تطلع في قلب الكرتونه.